وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل كريمة سيقول من هو الذي قال والله لا أعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء؟ نقول هذا ورد في تاريخ ابن عساكر في تاريخ دمشق لابن هبة الله ابن عساكر في حرف العين باب ما جاء في من اسمه أوس فذكره في أويس بن عبد الله القرني، لكنه أثر مقطوع لا يصح، أثر مقطوع لا يصح.